هناك مسؤولية جماعية علينا كأعضاء في المجلس، وخاصة الأطراف ذات التأثير للعمل مع السلطات السورية تحديدا، وحثها على تنفيذ أحكام القرار بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. ونتوقع من الدول الضامنة الاتفاق أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، إحراز تقدم للوفاء بالالتزامات الواردة في بيانهم الصادر في 16 مارس الحالي، وذلك قبل انعقاد القمة المقررة في إسطنبول يوم 4 أبريل المقبل. وعلى وجه الخصوص الالتزامات التالية: 1. وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن دون عراقيل إلى المناطق المتضررة من النزاع. 2. كدول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، يجب تكثيف الجهود لضمان احترام الاتفاقيات ذات الصلة. 3. مواصلة الجهود لتنفيذ أحكام القرار 2401.